اهلا بكم على جسر عربي، قناه جسر عربي، قناه العرب في ايطاليا. وبنبدا معاكم الرخصه الايطاليه بالتفصيل، والرخصه الايطاليه بالتفصيل بنشرح فيها كل نقطه باستفاضه، بحيث ان احنا يعني نكون عارفين كل حاجه بشكل مفصل. طبعا يعني برجو حضراتكم اذا عجبكم الفيديو ان انتم تشاركونا باعجاباتكم، بتعليقاتكم، بمشاركاتكم، يعني هيكون شرف للقناه. طيب احنا بنتكلم عن اول ارجومنتو او عن اول موضوع في الرخصه الايطاليه، وهو اسمه ديفينيزيوني جنرالي اي دوفيري نيلوزو ديلا سترادا، يعني تعريفات عامه. هنعرف حاجات بشكل عام وهنعرف واجبات استخدام الطريق. تمام، اول حاجه موجوده عندنا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هي لاسترادا. لاسترادا هي الطريق. ايه هي لاسترادا؟ لاسترادا هي كل حاجه، كل حاجه ما عدا المباني. يعني احنا كلنا شركاء في الطريق. مين احنا اللي شركاء في الطريق؟ ممكن نكون احنا ايفياكولي. ايفياكولي اللي هي المركبات، يبقى كلمه فياكولي يعني مركبات. المركبات بقى باختلاف انواعها. ايفياكولي هتمشي على حاجه اسمها كاريجاتا. كاريجاتا اللي هو الطريق اللي بتسير عليه المركبات، او اللي هو بيعتبر سير مسار المركبات. ايفياكولي، يبقى هنا ايفياكولي هتمشي على الطريق اللي هو اسمه كاريجاتا. ما بين كاريجاتا وكاريجاتا تانية، اذا كان عندي اكتر من كاريجاتا في الطريق، هيكون في عندي حاجه اسمها لو سبارتي ترافيكو. سبارتي ترافيكو هو بيكون حاجز اسمنتي بيفصل ما بين كاريجاتا وكاريجاتا تانية، اسمه سبارتي ترافيكو. كل ده احنا لسه موجودين في الطريق او الاسترادا. طبعا عندي كاريجاتا الواحده هي بتقسم لحاجه اسمها كرسيه. كرسيه هي الحارات المروريه، يعني بيكون عندي كرسيه وكرسيه ثانيه. تمام، كرسيه هي الحاره المروريه. طبعا كل حاجه هنتطرق ليها بالتفصيل بشكل اوضح. وفي عندنا لو احنا ناس ماشيين على رجلينا فاحنا مشاه، احنا بيدوني. بيدوني يعني مشاه، او يعني راجلين ماشيين على الأرجل. وفي الحالة دي هنمشي على حاجة اسمها مارشا بيدي. مارشا بيدي هو الرصيف، الرصيف اللي هو بيمشي عليه المشاة. إيه مارشا بيدي؟ يبقى هنا الاسترادا معانا فيها كاريجاتا، فيها كرسية، فيها مارشا بيدي. طيب في عندنا حاجة اسمها بانكينا. بانكينا هي نهاية لكاريجاتا، خلاص بنعمل خط أبيض، خلصت لكاريجاتا، بيكون في عندنا هامش للطريق أو قارعة للطريق بتسمى بانكينا. بانكينا هي يعني هي غير مخصصة للمركبات تماما، ولا لوقوفهم ولا لسيرهم ولا لأي حاجة. هي ممكن بيستخدمها المشاة في حالة يعني عدم وجود مارشا بيدي، يعني ما لم يذكر خلاف ذلك. أوكي، يبقى في عندي مارشا بيدي، في عندي بانكينا، في عندي كاريجاتا. كاريجاتا متقسمة لكرسية. طيب في عندنا إيه تاني في الطريق؟ ممكن يكون إحنا دراجين. دراجين يعني عندنا دراجات هوائية. دراجات الهوائية بيكون ليها مسار خاص، هذا المسار بيسمى بيستا تشيكلابيلي. بيستا تشيكلابيلي اللي هي سير مسار الدراجات. اوكي، كل دول موجودين في استرادا اسمها بيستا تشيكلابيلي، سير مسار الدراجات. اوكي، كل دول موجودين في لاسترادا. وطبعا لو في حيوانات، الحيوانات في حاله ان هي بتكون حيوانات بتجر عربات، فاذا هي في الحاله دي بتسير مع ايفياكولي او بتسير مع المركبات، فبتسير في الطريق المخصص للمركبات الذي يسمى كاريجاتا. اذا كانت حيوانات اليفه طبعا بتكون مع اصحابها على مارشا بيدي. تمام، يبقى هنا لما نيجي نعرف الطريق فهنقول لاسترادا اي اوناري أبرتا، يعني هي عبارة عن مساحة مفتوحة على تشيركولاتسيون للمرور داي بيدوني، مرور المشاة، داي أنيمالي، مرور الحيوانات، داي فاكولي، ومرور المركبات. طبعا الاسترادا ممكن تكون اتجاه واحد للسير، ممكن تكون اتجاهين للسير. يبقى هنا بو اسر اسنسو اونيكو او ادوبيو سنسو دي تشيركولاتسيون. سنسو اونيكو اتجاه واحد، دوبيو سنسو يعني اتجاهين للسير. بو اسر سوديفيزا ممكن ان هي تكون مقسمه، ان بيو كاريجاتا يعني ممكن انها تكون مقسمه لاكثر من كاريجاتا، يعني لاكثر من
سير مسار للمركبات طبعا، واللي بيفصل ما بينهم ايه؟ لو سبارتي ترافيكو. ان بريزنسا دي اونو سبارتي ترافيكو. كومبريند بتشتمل على ايه لاسترادا؟ زي ما احنا قلنا كل حاجه بتشتمل عليها لاسترادا. يبقى لي كارجاتي يعني سير مسار المركبات، ريزرفاتي اي فيكولي اد انيمالي طبعا بتكون محجوزه للمركبات وللحيوانات اللي هي طبعا بتجر عربات. وهنا لي بانكينا اللي هي قارعات الطريق، وهنا لكر مارشا بيدي، مارشا بيدي اللي هي رصيف المشاة او ارصفه المشاة، وريسيرفاتي اي بيدوني بيكونوا طبعا محجوزين للمشاة. وهنا لبيستي تشيكلابيلي، لبيستي تشيكلابيلي اللي هي مسارات الدراجات، ومسارات الدراجات طبعا بتكون ريسيرفاتي على بيتشيكليت. يبقى كده احنا عرفنا كل حاجه بالتفصيل عن لاسترادا، وعرفنا لاسترادا هي بتشتمل كله. يعني لو جت معايا كلمه نون كومبريند مع لاسترادا يبقى السؤال غلط، ما ينفعش ابدا لاسترادا ونون كومبريند، لاسترادا كومبريند توتو. اوكي، لو جه سنسو اونيكو صح، لو جه دوبيو سنسو صح، لان هي ممكن تكون الاثنين كل حاجه موجوده في لاسترادا. ممكن يقول لي هي اريا اسفلتاتا مش عارفه ايه الكلام ده كله، غلط. لاسترادا هي كل حاجه ماشي، لا يعني ما تمشيش معاها كلمه نون كومبريند أبدا. وبكده بنكون خلصنا يعني شرح تفصيلي عن لاسترادا، ونلتقي في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم.